يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غارتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية. وتأتي حدة الصراع وسط تواصل الجهود المصرية لاحتواء الموقف والوصول لوقف إطلاق النار. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين في ظل المتابعة المستمرة لما يحدث في العريش ورفح المصرية فيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة. بالطبع نتحدث عن يعني توقف في دخول المساعدات من الناحية الفلسطينية منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني، وهي تمنع دخول المساعدات الإغاثية من معبر رفح الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم، ولكن هذا لا يمنع استمرار فتح أبواب معبر رفح المصري منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة. نرى الشاحنات الإغاثية بمختلف أنواعها على يمين الطريق ويساره في العريش ورفح، والمخازن اللوجستية المختلفة نتحدث عن مئات الشاحنات وتصل لأكثر من 2000 شاحنة متوقفين بالفعل في هذه الأماكن في انتظار الدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة. بطبع قوات الاحتلال تصعد عملياتها في مدينة رفح الفلسطينية إما عن طريق القصف بالخاص بالطائرات أو حتى المدفعي أو حتى بعض العمليات البرية التي قامت بتوسعتها بالفعل خلال الأيام الماضية، وتحدثت الأونروا عن نزوح ما يقرب من 640 ألف نازح من المواطنين في رفح الفلسطينية ليتحركوا إلى الأماكن الآمنة التي كانت قد حددتها من قبل قوات الاحتلال، لكن بالطبع يتم قصف حتى هذه الأماكن الآمنة ويتم قصف أيضا مدارس الإيواء الخاصة بالأونروا. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد صرحت بالأمس ببدء العمل بالفعل بالرصيف أو الميناء الخاص برصيف غزة، ودخلت الشحنة الأولى من بريطانيا التي تحركت من قبرص ووصلت بالفعل إلى هذا الميناء على شواطئ غزة، وتسلمته الأمم المتحدة منظمات الأمم المتحدة بالطبع في غزة وتحديدا الأونروا. هذه يعتبر الشحنة الأولى التي تصل من بريطانيا إلى الأشقاء في قطاع غزة عن طريق هذا الميناء. ومن الناحية الأخرى أيضا من الضفة الغربية دخلت بعض المساعدات الإغاثية، ولكن المستوطنين هناك في الضفة الغربية قاموا بالهجوم على هذه المساعدات ومنع وصول هذه المساعدات من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ما يدخل من الضفة الغربية أو حتى من يعني هذا الرصيف البحري لا يعد أقل من 10% من الاحتياجات الرئيسية للأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن الاحتياج اليومي ما يقرب من 500 شاحنة يوميا، لذلك يعتبر معبر رفح هو المعبر الأساسي هو كرم أبو سالم لدخول هذه المساعدات الإغاثية. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.